مساء الخير الجمهور الكريم، مساء الخير متابعين قناة كيمو شيفو. تنقول لكم دائما رمضان مبارك سعيد، وكل نهار ونهار لا تكون عندنا طبق جديد وتكون عندنا حتى طبق فني جديد. اليوم معنا الأستاذ البشوش الخروق، الأستاذ حميد الماموني، هذا الفنان اللي هذا 18 عام هو تيشتغل معنا في الجوق ديال الإخوة اللعبي. هذا السيد من أطيب ما خلق الله، وفنان وطيب، وطيبة ديالو هي اللي تنحترم فيه وتنحترم فيه الأخلاق ديالو وتنحترم فيه الفن ديالو. مساء الخير سيدي حميد، مرحبا بك عند كيمو شيفو. بغيناك تقول لنا شي كلمة بمناسبة رمضان وبمناسبة الحلقات اللي تنديرو. أولا كنقول للجميع رمضان مبارك سعيد، ويدخلوا علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والنفع والبركة. وبالنسبة لهذا البرنامج ديال السي كمال كيمو شيفو، هذا هو الاسم ديالو، برنامج جميل جدا، نتمنى له إن شاء الله يمشي بعيد ويحظى بإعجاب ديال الناس كلهم. ومرة ثانية رمضان مبارك سعيد، تبارك الله عليكم. سي حميد شنو تسمعنا اليوم؟ إن شاء الله اليوم نسمعكم شي قطعة ديال الموسيقى ديال الأجيال، الأستاذ محمد رضا رحمه الله. نتمنى أن تنال الإعجاب ديالكم وشكرا. نلقاو مع سي حميد الماموني ومضنا كفاه. ومرحبا بالناس اللي تيتفرجوا فينا واللي متابعين قناة كيمو شيفو في داخل الوطن وخارج الوطن. وتنقول لكم رمضان مبارك سعيد على القاطنين بالخارج، ومرحبا بكم في القناه ديالنا، وحنا منسينكم كلنا بالفقرات ديالنا. وتنطلبوا من الاعجاب ديالكم ونخليكم مع هذه الفرقه الجميله. مرحبا بكم. ويقعد ويقصد وأهل
Thank you.